وصلنا بكم مشاهدينا الأحبة إلى جولة الصباح لهذا اليوم، حيث يؤمل أن تدخل الخدمة مجسرات ساحتي عدن وصنعاء ببغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كبرى مشاريع فك الاختناقات التي انطلقت قبل عام، وأسهمت العديد منها في تقليل الزخم المروري فضلاً عن ما تمثله من مظهر عمراني وحضاري. زميلنا سمير الحميدي متواجد الآن في ساحة عدن ينقل إن الأجواء. صباح الخير يا سمير. صباح الخير زينب، صباح الخير أبا ذر، صباح الخير للسادة المشاهدين، صباح النشاط، صباح الحيوية. نحن الآن متواجدون في ساحة عدن وصنعاء، يعني هذا اللي يعني نقل نسب الإنجاز وقرب افتتاح مجسرات عدن وصنعاء، والذي وصل إلى مراحله الأخيرة. هذا المجسر الذي يقع ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية، والذي يعني انتهت يعني ولله الحمد، وبدأنا بالحزمة الثانية. هذه المجسرات التي تخدم يعني المواطنين وتساهم في فك الاختناقات المرورية. طبعا مجسرات عدن في مراحلها الأخيرة، أيام قلائل إن شاء الله ويفتتح هذا الجسر. الآن يتم العمل بمقتربات هذا الجسر، عمل الحدائق، عمل يعني أشياء يعني البسيطة جدا، أيام قلائل وسيفتتح هذا الجسر. للتحدث أكثر عن نسب الإنجاز، عن مدى خدمة هذا الجسر لمناطق عديدة، سوف ينضم معي في هذه الجولة الصباحية الأستاذ عصام ناجي، المهندس التنفيذي للمشروع. صباح الخير أستاذ عصام. صباح الخير، صباح الخير على قناة العراقية. الحقيقة القناة العراقية اللي واكبت المشروع منذ البدايات بكل تفاصيله وكل كادرة. صباح الخير على الجميع. نعم، احنا نقول لكم قواكم الله على التعب، وإن شاء الله يعني هذا لمصلحة بلدكم ولمصلحة أهلكم وناسكم. الحمد لله، يعني التعب يروح من الإنجاز، يعني نشوف هيجي صرح معماري وهيجي مجسرات داخل مدينة بغداد ما تشعر بأي تعب. بالحقيقة احنا ككادر هندسي شركة غدق الطبيعة يعني كثفنا كل الجهود في سبيل إنجاز هذه المجسرات بما يليق العاصمة العراقية بغداد الحبيبة. خلينا نتكلم عن أطوال المشروع، اتجاهات المشروع. المواطن يسمع بمجسرات عدن وصنعاء، اتجاهاتها، أطوالها، عرضها. نعم، المجسرات هي عبارة عن ثلاث مجسرات، مجسرين بمستوى واحد ومجسر ثالث بمستوى أعلى. ارتفاع الجسر المستوى الثاني يصل إلى 20 متر، ذلك بسبب كون أنه التقاطع يكون فوق سكة القطار، وبالتالي في جسر جوا تحت المجسر الثاني، يعني يصير المجسر الأول المجسر الثاني، فأدى إلى ارتفاع يصل إلى 20 متر. بالحقيقة تم التنفيذ بهذه المواصفات الفنية اللي تابعة للمواصفات الطرق والجسور بكل تفاصيل المشروع. حاليا الآن نحن نقف على يعني بعد أيام قليلة في سبيل الإنجاز الكامل للمشروع. لدينا احنا المجسرات هي عبارة عن مجسر المستوى الثاني نتكلم عنه، يربط شمال العاصمة بمنطقة العطيفية باتجاه قلب العاصمة بغداد. خلينا نتكلم يعني بصورة أوضح للمشاهد. نعم، أنا جاي من منطقة التاجي من الجسر الدوار، أريد أدخل مثلا منطقة الكاظمية، منطقة الحرية، منطقة العطيفية، اتجاهات الجسور هذه. نعم، اتجاه الجسور من شمال بغداد مدخل التاجي جسرين، مدخل واحد بجسرين، متفرع عن جسرين. الجسر الأول يعبر إلى منطقة العطيفية، الجسر الثاني اللي طبعا الجسر الأول يروح لمنطقة العطيفية ويتصل بجسر 14 تموز يطلع على العظمية أيضا. تمام. بالنسبة للجسر الثاني ياخذ يمين بمستوى ثاني أنصى، يعني أقل ارتفاع، يذهب إلى منطقة الحرية شارع الربيع وإلى طريق مطار المثنى. هذا يعتبر نعم طريق مطار المثنى هو اللي يربط العلاوي. إذا إحنا صار عندنا ربط بين شمال بغداد باتجاه الكاظمية المقدسة ثم إلى منطقة العلاوي بدون أي توقف. ومن نعم هذا فقط ذهاب. نعم، يعني اتجاه واحد. واللي يريد يجي مثلا من منطقه العلاوي يعني طريق مطار المثنى. نعم، من الخروج من بغداد عن طريق عدن وصنعاء راح يصير على الطرق الارضيه. صار التوجيه بالطرق الارضيه الى توسعه هذه الطرق لكي تحتوي هذا الكم من السيارات، وبالتالي ما يصير اي اختناقات داخل المنطقه، وخاصه ان هالمنطقه سكنيه طبعا باتجاه
الحرية، عندنا منطقة سكنية، عندنا العطيفية، عندنا أجزاء من منطقة الكاظمية المقدسة، كلها يعني تحيط بالمشروع. استاذن حضرتك، زميلي المصور عمار، إذا أمكن يعني تأخذ مكان العمل، العمال شلون جاي يشتغلون؟ اي نعم استاذ عصام، بالنسبه هذا يعني الجسر يعتبر استراتيجي، يربط شمال العاصمه بغداد بالعاصمه وبالمحافظات الجنوبيه، اذا تكلمنا عن هذا الربط. نعم، الربط بالنسبه لشمال بغداد عن طريق التاجي، يكون الجسر المستوى الاول يذهب باتجاه شارع الربيع وباتجاه المطار، طريق مطار المثنى، بالتالي يذهب الى منطقه العلاوي بدون تغذب، بالتالي يعبر الى داخل الى الرصافه. نعم. ثم الى جسر الطابقين، ومن ثم الى جنوب بغداد عن طريق مشروع جنوب بغداد دوره يوسفيه. بذلك يكون انه المركبه اللي تدخل بغداد من شمال بغداد من منطقه التاجي الى منطقه خلينا نقول طريق الدولي الجنوبي باتجاه الحله. نعم. ما يتجاوز اكثر من 20 25 دقيقه بدون توقف. إذن بدون توقف. بدون توقف ربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية والغربية بدون توقف. نعم بدون توقف. هذا راح يصير بدون إشارات ضوئية. نعم. لأنه هي صارت الجسور على مدى هذا 4-5 جسور على هذا الطريق. نعم. قلت لي يعني احتاجين يعني محولات إذا المشروع لن يتضمن يعني جسور، يعني أكو نسبة كبيرة أنه هي المشروع أنه يكون يخدم المنطقة مو بس جسور. يعني انت احنا من خلينا هذه الجسور بهذه الاماكن اضطرينا الى تغيير بعض المنظومات خاصة مياه الامطار والمجاري والكهرباء. بالنسبة للكهرباء اخذ عبء ثقيل طبعا، والحمد لله تم انجازه، اكثر من 7000 متر طول مد قابلوات ضغط عالي في سبيل خدمة المنطقة المحيطة، 4-5 احياء منطقة محيطة، تم استيراد المحولات الخاصة بها 1000 كي في اي، 5 محولات. اللي تشوف المحولات سهل. هذه محولات جديدة طاقة يعني سعة أكبر من المحولات القديمة اللي هي كانت يعني معلقة على أعمدة فوق على أعمدة، هسه صارت أرضية. قصدك على الإنارة؟ نعم، كل تغذية المواطنين صارت عن تحت الأرض، يعني المنطقة كلها هسه أي عمود، إذا أشوف أي عمود كهرباء ماكو، كل بس الإنارة. كأعمدة، بينما القابلوات كلها دفن، حتى وصلناها إلى داخل الأزقة بالمناطق المجاورة أيضا تحت الأرض. نعم. فمنظومة يعني متطورة. أيضا إذا أمكن يعني لزميلي المصور عمار، أكو عندكم نصب هنا يعني راح يتم نصب هنا؟ نعمل على نصب. شنو هذا النصب؟ تذكاري يعني يحكي عن طبيعة المنطقة، إن شاء الله باشر النصب وتشوفوه، يعني يحكي عن أهمية المنطقة، عن أهمية مدينة الكاظمية. يعني شنو المعلم مالته؟ يعني عن شنو يتحدث؟ باشر تشوفوا ان شاء الله، يعني هو مغلف ان شاء الله. مفاجأة؟ يعني مفاجأة. اذا هو مفاجأة للمواطن العراقي. نعم، راح يكون ايضا. نعم يعني بدلائل عميقة، دلائل تاريخية عميقة جدا، دلائل دينية عميقة جدا. بالامام الكاظم عليه السلام. بالضبط. نعم نعم. ما نريد نحرق المفاجأة. ان شاء الله. نعم. استاذ يعني السؤال اللي دائما. يعني اذا شوف المنصة مالته. نعم، المنصة نعم اكيد طلعنا عليه. استاذ دائما يعني المواطن يسأل متى يتم افتتاحه أو نسبة إنجاز يعني المشروع النهائية، متى يتم افتتاحه نهائيا؟ نعم إن شاء الله خلال أيام يتم الإنجاز، ومن ثم يعز الافتتاح. أيام يعني.